سامح، اهلا وسهلا. السلام عليكم، عليكم السلام، اتفضلي. ازاي حضرتك؟ ازيك يا حبيبتي؟ هو انا كان عندي بس سؤال للشيخ. اتفضلي اتفضلي يا فندم. هو انا كان في مشكله يعني مع ابوي وكده، ومش بتبقى انا شخص مسيه. وايه بعدين لما سامح، احنا مش مفسرين الكلام. كان لما بيبقى عندك مشكله مع جوزك، ايه بتبقى مشاكل مادية، مشكلتك معاه مادية؟ هو ممكن توطي التلفزيون أيوة، يا يعني سماح؟ هو ساعات بيشتغل وبيقعد مثلا كام يوم في البيت، يشتغل ويقعد كام يوم في البيت، هو شغله كده أرزقي يعني. تمام. فبيبقى ساعات هو معايا أطفال صغيرين، فلما مثلا بطلب من بابا أو مامته إن هم يتدخلوا ويساعدوني، مش بيقفوا معايا يعني، مش بيوافقوا، هم يقول لي عندهم احنا القدرة على بنعمل ذلك دعوة يعني؟ بيه. هم عندهم المقدرة ان هم يساعدوا؟ فانا بصراحة يعني نفسي شالت منهم، يعني ما بقيتش احب اروح عندهم خالص. سماح سماح سامعني؟ سماح، فيعني هو كده في وزر عليا ان انا ما اروحش عندهم، وانا كمان يعني ما بقيتش اودي عيالي كمان عندهم. هم ماشي. بقى هو بيقولوا لجوزي الشيخ بيسألك، هم أصلا يعني معاهم فلوس يقدروا يساعدوا وهم ما بيساعدوش، ولا هم ما معاهمش أصلا؟ هم يعني ايه، هم بيبقى هم على قدهم برضو يعني، هم كمان على قدهم، بس يعني حتى لو يعني بحاجة بسيطة يعني، بحس ان انا احس ان انا عيالي دول ليهم اهل، انما بحس ان عيالي ما لهمش اهل. طب انت مثلا ما بتقولي لهمش اتكلموا مع ابنكم انه يروح يشتغل؟ بقول لهم كتير، وحصلت مشاكل كتير بسبب الموضوع ده، وبحس ان هم مش بيقفوا معايا، بس اهلنا اللي بيقفوا معايا يعني، اهلنا اللي ايوه بيقفوا سماح، معايا هو بدليل على الشيء. جوزك ايوه، هي الغلطة على جوزك. هو جوزك ما بيشتغلش ليه اصلا؟ ما هو شغله ارجعي، يومين بيشتغل، هو حداد، فساعات بيبقى ربنا الشغل يرزقكم موجود الجميع يا رب. وساعات بيبقى الشغل مفيش. ايوه يعني هو بيسعى. ايوه، هو بيسعى. حاليا لما عيالنا دخلوا المدرسه والمصاريف زادت عليه طبعا والدنيا بقت غاليه، هو دلوقتي بقى يدور وبقى يسعى وبقى كده. بس انا من كتر ما هم بيقعدوا يقولوا لي مالناش دعوه بيه مالناش دعوه بيه، انا ما بقتش احب اروح هناك، ما ايوه بقتش احب اتعامل معاهم. ماشي. فهو ده سؤالك؟ ايوه بصراحه، انا ما بقتش احب اروح هناك. هو دلوقتي بيزعل مني ان انا ما بقتش احب اروح هناك، بس انا من جوايا قلبي شايل، تمام. لكن مش هو عارفه بيروح اتعامل طبعا، معاهم. هو بيروح هو عادي، بيروح عادي. هو بيروح عادي، بس تمام. انا من جوايا قلبي شايل منهم. هو بيقول لي لا انت وحشه وقلبك اسود، مش عارف. قلت له لا انا مش قلبي اسود، بس انا ما حسيت انه في اي موقف ما وقفوش معاكي؟ ما بيقفوش معانا، يقعدوا تمام يقولوا لي مالناش دعوه بيه، امال مين اللي ليه دعوه بيه؟ صح. ماشي يا حبيبتي، يعني مين اللي ليه دعوه؟ مش عارفه بصراحه. ماشي. اسمعي الشيخ يا حبيبتي، ربنا يكون في عون الناس، نسأل الله عز وجل أن يرزق الجميع وأن يسترنا بستره الجميل يا رب. نسأل الله أن يسترنا جميعا بستره الجميل، نسأل الله أن يسترنا بستره الجميل يا رب، وأن لا يكشف الستر عنا، اللهم آمين. هو الأصل في الإنسان، هو القيم على البيت هو الذي ينفق، لكن إذا كان الراجل بيحاول ويأخذ بالأسباب ولا يجد، فهنا بتكون النفقة، نفقة الأولاد تكون على الجد مثلا، الجد مش موجود، موجود الأعمام وما إلى ذلك. وهنا نقطة مهمة جدا، إذا كان هم حالهم متوسط الحال يا سماح ومش قادرين، ممكن يكون هم حالهم زي حال زوجي، يعني ما تقوليش ولو بسيط، ممكن البسيط ده كمان مش لاقيين. طب هل ممكن انا غصب عني انا شايله، هو ده عليا ذنب؟ لا، انت ما عليكيش ذنب اللي انت تشيلي، بس اللي انت تشيلي يعني منهم، لكن انا انصحك نصيحه، ما تحاوليش انت تشيلي، لان هم فهم، هم كمان انت انا سالتك قلت لي هم برضو على قدهم وبتاع، فهم اكيد هم فهم. لكن مساله اللي انا امنع، ايه اللي هتؤاخذي عليه بقى؟ اللي انت تمنعي ولادك ان هم يروحوا لهم؟ لا، انت مش من حقك اللي انت تمنعي ولادك، ولادك يروحوا لهم، ما يمكن يروحوا هناك يسمعوا كلمة طيبة، ياكلوا أكلة كويسة. ما تحرميش أولادك من هم، من جدهم وستهم. طيب أنا مش شايل، أنا شخصيا دي حاجة ترجع لك أنت، وده مش ذنب، لكن ما تحاوليش اللي أنت تدخلي في الطريق ده، لأنك أنت اللي هتتعبي فيما بعد. نقطة بقى ثالثة وده الأهم، اللي هو يا جماعة سيدنا النبي، وده اللي احنا دايما نقول عليه،
احنا بنبحث عن الفقراء حولنا، كل واحد في منطقته يدور على الفقراء، هيلاقي كتير قوي. نحاول بقدر الامكان نعيد ما يسمى بالتكافل الاجتماعي مره تانية. ما نحاولش ان احنا ناكل في بعض، ما نحاولش ان كل واحد يقول يلا نفسي، لاني هتبقى صعبه جدا المساله كده، صعبه. وربنا سبحانه وتعالى يختبرنا سبحانه تبارك وتعالى. ممكن لما يكون عندي حاجه فيه رفاهيه ولا حاجه من الرفاهيات انا ممكن اتغاضى عنها، بحيث ان انا ادي لفقير، لانسان مسكين، ابحث. ما اقولش والله انا مش لاقي. انا بتعجب بالناس يقول لك احنا مش لاقيين. مش لاقيين ايه؟ انت لو خبطت على البيت اللي جنبك انت هتلاقي. فبالله عليك ابحث عن الفقراء كما كان يفعل رسول الله عليه الصلاة والسلام.